هذا وقد شهدت مراحل توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله إنجازات كبيرة أسهمت في بناء دولة عظيمة تعاقب على قيادتها أبناء المؤسس إلى يومنا الحاضر. جهود كبيرة بذلتها السعودية منذ عهد الملك المؤسس وحتى اليوم، نستعرضها في سياق التقرير التالي. تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان من كل عام، تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، الذي أعلن قيام المملكة يوم الخميس 21 من جماد الأولى من عام 1351 للهجرة، الموافق 23 من سبتمبر لعام 1932 للميلاد، حيث أصدر رحمه الله في ذلك الحين أمراً ملكياً تضمن الإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية. اليوم الوطني يوم وطني يعتبر فخر لنا جميعاً، هذا العيد 88 للمملكة العربية السعودية ذكرى الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله. جميع مناطق المملكة تحتفل بهذا اليوم بجميع مناسباتها، في المناطق الشرقية الغربية الوسطى الشمالية الجنوبية، فهذا حفل يعتبر فخر لنا كمواطنين سعوديين. وكان الملك عبد العزيز قد قاد رحلة كفاح طويلة لتوحيد المملكة العربية السعودية، بدأها باستعادة العاصمة الرياض عام 1902 للميلاد، ليواصل حينها رحلة طويلة امتدت إلى 30 عاما، ليكتمل بعدها توحيد كافة مدن المملكة. اليوم الوطني أنا عاصرت من الملك سعود طيب الله ثراه إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز. الحمد لله كلنا لحمة واحدة، حكومة وشعب، وبنينا هالبلد بسواعدنا حنا عيالها وتحبل الله ثنبل حكومتنا. وكرس الملك عبد العزيز جل وقته وجهده عند شروعه في بناء الدولة على الجوانب الدينية والإدارية والعسكرية والاقتصادية، وأسس العديد من المؤسسات الحكومية كالمجالس الإدارية ومجلس الوكلاء ومجلس الشورى وإدارة المقاطعات ورئاسة القضاء والمحاكم الشرعية والوزارات الحكومية. هذا البلد أصبح الآن بلد عظيم، من إنجازات من تطورات في سواء في المسرح السينما وسواء في قيادة المرأة. اليوم الوطني بالنسبة لنا يوم عظيم، يوم نفتخر فيه كمواطنين سعوديين، وهذا مش بس يوم وطني للسعوديين، إنما حتى لدولة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت ودولة عمان، نحتفل بهذا الشيء وسعيدين، ومش بس الدول العربية كلها. وقاد الملك عبد العزيز في بداية مرحلة التأسيس مشروع توطين البادية وتأسيس الهجر، الذي نتج عنه تكوين مناطق استقرار عديدة ومتطورة في أنحاء المملكة. واصل قادة المملكة العربية السعودية من أبناء الملك عبد العزيز السير على منهج المؤسس رحمه الله المتوفى عام 1953، وفق الأسس السامية التي استندت عليها المملكة العربية السعودية منذ نشأتها. خالد الغانم لتلفزيون البحرين الرياض.